عايزني يا عمده. ايه ده؟ الواد ده اكيد مجنون. هو حد يستجري يتطول على سيادنا الانجليز غير المجانين؟ بس الواد ده انا خايف لو يطلع زعيم بحق وحقيقي. طب افرض يا عمده طلع زعيم بحق وحقيقي، اني اقول لك احنا دلوقتي نتسحب ونروح على الدوار، والانجليز اكيد مش هيسكتوا. نقف احنا بقى ونتفرج ونشوف بقى هنبقى مع مين فيهم. يا سلام عليك يا عمده الحكيم. امال ايه يا ولد؟ هو عمدتنا دي اي عمده؟ ده عمده مطرح ما ترش دقيلي. وانا هدقيلها بالطبل البلدي. تعالوا بقى نتسحب ونتدرى في الدوار. يلا يلا بينا. يلا ولا يلا كتير. ايوه الحقوها قبل ما يروح الفطير. ايوه وتحيا يا ناس. تحيا يا مصر. تحيا يا ناس. تحيا يا مصر. تحيا يا ناس. تحيا يا مصر. نموت نموت ونحيا عندنا. وهيسا هيسا 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 عندنا هيسا. يا بنت طويل، هو انا كل ما الاقي راجل تطلعوا لي كده زي ما كنت وابي؟ يلا كيش حد وايه؟ يلا بقى كيش ماشي يا فكيه. يلا يا بنت فور الرجاله. طلع امك خد زي ما انا قلت لك بقى نعمل كده. اسمعوا يا رجاله، ايوه احنا هنروح نحوط على البلد كلها ايوه عشان نشوف اخرتها ايه مع الانجليز الكلاب دول. نقول هنا يلا بينا. يلا بينا يا رجاله. يلا بينا. شفتك وانت شفتك كنت بتوزعي البنات صحباتك، يعني بتوزعي سكه كده عشان انت معجبه بيا، يعني حسيت انك معجبه بيا. فانا شايف ان العلاقه دي شويه اوفر، شويه سنه صغنطاطه كده اوفر يعني. ايوه هو مش بيقولوا ان في غراب بين قوي اللبحي؟ في ايه؟ غراب بين قوي اللبحي؟ لبحي؟ ايوه يلا قصدك من اول لبخه. انا يعني الرزله اللي ورا دي. بس يا بيت بقول لك ايه؟ نبي عسل. انا اللي عايز اقول لك ان انت عسل مكرر. اه يعني خيوب علي لو يحكبوني عليك اخبيك في قلبي من دلبي. والله القلب بقى هنا دلوقتي. بين ساعة ما شافك حدف يبين. يبين؟ ده ايه السحرات التلاتة اللي ورا دول؟ ايه دول؟ يوه. طب هو انت اسمك ايه؟ خدامتك فتحية. لا اوعي تقول على نفسك خدامة، لقد خلقتنا امهاتنا في بطنها احرازا.
وانت من الاحراز يا اتوح. انا عارفه اسمك. والنبي. ايوه. طب انا اسمي ايه؟ سليبي. ايه سليبي دي؟ اسمك سليبي. لا ما هو سليبي اصلا ما ينفعش سليبي. يعني انا حد من هذول سليبي. يعني ها؟ اوبا ليه؟ اوبا ليه؟ والنبي عسل. لا انا اسمي الليمبي. لا بقدرش. لازم اقول لك سليبي. بقدرش اقول لك لبي. سليبي. عشان انت مو مهذبه. ايوه. فتقول سليبي بدل لبي. ايوه كده. طب ما تيجي. ده بص عاملين ازاي ده غلس قوي. ايوه بس يا بنتي تقيله. ده غلس قوي. ايوه. تعالى مفيش هنا اي قفا شوب. قفا شوب؟ او انزا رن. في كوسه شاب او في زنزا رن. تقصد دروه؟ دروه؟ ليه وانا عليا احكام ولا ايه؟ بس لا في دروه دروه يعني. والتبديل يا سليبي. سليبي؟ من التوحيد والنور. والنبي عندك حق، عشان كده وحدتني ونورتني. قال لي هو فين طفل التوحيد والنور دي؟ في مصر. مصر؟ ايوه. مصر بالدنيا. مصر بالدنيا؟ ايوه. بقول لك ايه؟ ايه؟ هو انت ما تعرفيش حد هنا اسمه هريسة؟ هريسة؟ ايه عليه احكام ولا ايه؟ اوعك تكون رخا زيهم. زي مين؟ زي الناس اللي عباله تضرب فيه ليل ونهار. تضرب فين ايه؟ قال ايه؟ يعرف مكان كنز وابصر ايه وكنز ايه ومخبي السر ومش عايز يقرب الحد. الكنز قال. طب هو الناس دي مين؟ دياني بستلف بالده فده. ايوه. وبالده اردب قبح وبالده بطين. ده بستلف بني بليب اشترى بيه حلاوه طحينيه. بليم؟ ايوه بليم وجاب بيه حلاوه طحينيه. ايوه. ليه انتوا لسه بتتعاملوا بالبليم؟ ايوه. امال ايه؟ واخد الكنز حجي قال ايه؟ لبى يظهر الكنز هيسدد. واخد بغلبه فيه نزله فيه ضرب لحد ما تعبه. اتعبه؟ ايوه عبي نضر راح. عبي لحد ما نضر راح؟ إيه؟ ده انت مش عايزه عمليه الحنيه، ده انت عايزه عمليه الاستنزاف تخش على مراقينك. هو عليه كام عشان خاطر يتعني؟ ده ما خلاش حد في البلد الا واستلف بانه تلاقيه بديوم مش اقل من 50 جنيه. 50 جنيه؟ يعني عايز عبرين على عبره عشان يسدد. يا نهار اسود، عبرين على عبره عشان خاطر 50 جنيه. 50؟ واضح ان الباب المره دي رماني عند محمد ابو سويلم. انت بتكلم نفسك يا سليبي؟ لا 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 بلاش سليبي دي بقى. يعني ارفع الكلفت. ها ارفع الكلفت بيني وبينك كده وشيل السين وخلي لبي بس عشان الاثنين مع بعض ببقى محرج كده. لا ما اقدرش. ما تقدريش. ما اقدرش. انت سليبي وهتفضل سليبي. يا بنت منا كده يعني مش حاسس ان انا يعني ما يعني في برد كده حواليا. خلاص سليبي سليبي. طب وهم ما قالهمش على سر الكنز؟ هيقول ايه؟ هو في كنز بتأسسه؟ ايوه يا بت في كنز. ايه؟ ايوه في كنز. انت كمان يا سليبي؟ يا بت بقى ايوه بقول لك في كنز. خديني انت بس عند قصر الزرازير وانا اوريك الكنز. ده انا شغاله هنا. كان صحيح حكايه الكنز يا اولاد؟ ايه بت بتكلمي نفسك ولا ايه؟ مفيش يا سليبي. خديني انت بس عند الزرازير ها؟ ونروح نجيب الكنز. وناخد انا وانت بقى بدل الحبايب وعيش بقى من الحته اللي هنا دي. عيش يا بت هنغنغك. بصي على بيتك اللؤلؤ في المصحف هتاكلي اكل بقى. بس انت يلا خديني هناك. استبان خلاص هاجي معاك. انا لا فضلي عين ولا تاكل. خلاص ماشي. انت عارفه ايه اللي حببني فيكي؟ ايه؟ ان انت فيكي
شكل كده يعني من واحدة عرف اسمها بزبوسة وواحدة تانية اسمها هند. وشك قريب منهم كيوت. وشك كيوت دول اخواتك يا سليبي؟ اخواتك؟ لا دول مش اخوات، ده يعني حاجة هبقول لك انا عليها في العقارب اللي هنستعجل يعني عشان انا هم بيقعوا مني وانا ماشي. ربنا يستر عليك. الا قول لي يا سليبي. ايوه. هو انت بالدرويش؟ بنورنيش ايه؟ درويش؟ درويش ليه؟ بتأخذنيش يعني يا سليبي، لبسك كده غريب، الجلابية والعبابة والجزبة. ده انا اصل ده موضوع انا هيطول شرحه، فانا ايه عايز بس انا معلش. ما ينفعش تدخل قصر الزرازير كده. ايه؟ انا هجيب لك لبس يليق ببقابك. بقابك؟ ايوه. متفهم ايه بقابك ده يا فتحية؟ على فكرة انت لازم تعملي اللحنية وهتخلصي، لازم يحصل فتحة في اي اتجاه تاني عشان نعرف نتكلم معه. ده تكسبتش يا سليبي. يا بنت انت تكرهتني في السلبات. عاش أفعمي. الناس دول عاش أفعمي. الناس بترحب بك يا سليبي، انت خلاص بقيت زعيبهم. شوف كم دار في البلد كانوا هيترتبوا ولادهم، جيت انت ونجدتوهم. ده نحييهم يعني. عاش الزعيم يا ايها الزعيم، لقد حررتنا واكرمتني. صلاح الدين بعث من جديد. صلاح الدين حرر القدس من الصليبيين، والزعيم حررنا من الانجليز. العين لا ترى سواك والقلب لا يعشق إلاك. وإيه النهاردة جمعة ولا إيه؟ النهاردة عيد ولازم نحتفل بيك. أيوة دخلك، بس أنا أصل أنا عندي مشوار كده يعني، وفي بقين عايز أنطرهم كده مع القطة يعني. أبدا والله لازم نحتفل بيك. أيوة زي ما اتفقنا يا رجالة. أيوة إحنا هنقضي الزعيم وعلى دوار الزرازير عند العمدة. أيوة لازم نحتفل بيه. أمال إيه؟ يحيى مصر. يحيى مصر. ويحيى الليمبي. نموت ويحيى الليمبي. أيها المصريين الأحراز. أيها المصريين الأحراز. أيوة. وخذوا قد ولدنا من بطنات أمهاتنا أحرازا. أيوة. من كل 9 شهور ومن كل 7 شهور. والسبعة دي هي اللي احنا عايزينها لأنهم خلوهم ضيق. هم دول اللي ينفعوا في الثورة. أيوة صحيح. مش كده ولا ايه؟ لازم نتكلم في حاجة زي كده. ونتكلم في المرتبات بتاعتنا. أحسنت. ما نسكتش على 15 قرش بس. أبدا. لازم يبقى مش أقل من 35 لتر. أيوة طبعا. حاجة مش المفروض كده. أيوة. أمال ايه؟ انظروا للحنفية. أين الحنفية؟ أين الحنفية بتاعت الماء؟ مفيش ماء؟ مفيش. إذن أين الترعة عشان تاخد الماء؟ مفيش ماء، مفيش ترعة. مفيش ترعة. ناشفة. الترعة جفت. يعني أنا لازم نجيب مية وترعة. أمال إيه؟ ها؟ ولازم يبقى لنا نظرة في قلب الترعة لأنها نشفت. طبعًا. واللي نعدي على الترعة لازم يبص على المالح. يعني يلي على الترعة. أيوة. حول على المالح. يلي على الترعة 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 حول على المالح. بقى بيوجعني. ليه؟ أنا لسه بيوجعني. ليه؟ بقى بيوجعني من مشي امبارح. يلي على الترعة حول على المالح. رجلي بتوجعني. بقى بيوجعني. لموسى 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 لموسى